من مقر اجتماع السلطة المستقلة في الجزائر ينضم إلينا حسان جزالي مراسل الغد. حسان، ما الذي يدور في المقر الآن؟ نعم، شكرا. الآن السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات تعقد جلسة مغلقة للتشاور بين أعضائها بعد أن تم صبيحة اليوم تنصيب وتشكيل هذه السلطة، حيث انتخب أعضاؤها وزكوا محمد شرفي وزير العدل الأسبق رئيسا لهذه السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، وكان محمد شرفي هو الوحيد المترشح لهذا المنصب، لهذا تم تزكيته وليس الانتخاب. نعم، من هم أعضاء هذه اللجنة؟ أعضاء اللجنة متكونة من 50 عضوا بين محامين وقضاة وأساتذة جامعيين وعدد كبير من الفاعلين في المجتمع المدني. المهام الموكلة إليها هي الإشراف على الانتخابات الرئاسية من أول خطوة، من أول يوم لإيداع الملفات إلى غاية فرز النتائج والإعلان عن الانتخابات. هذه الخطوة تأتي في ظل ظروف سياسية صعبة في الجزائر، حيث يعبر فئة كبيرة من الشارع عن رفضه لإجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية. ومن المنتظر أيضا أن يوجه رئيس الدولة المؤقت خطابا للأمة اليوم في الساعة 8 بتوقيت الجزائر، يدعو خلاله الهيئة الناخبة ويحدد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية. هل صارت أي ردود أفعال إن كان من الحراك أو من الأحزاب حول ما قام الرئيس بالتوقيع عليه اليوم؟ لحد الآن لا توجد ردود فعل واضحة، لكن هذه الخطوة لتأكيد على أن السلطة الخيارها هو خيار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، فيما يتشبث الشارع الجزائري بمطالبه وهو رحيل الحكومة الحالية وتقديم ضمانات أكبر من خلال سلطة يرى يطالب بها أن تكون حقيقة مستقلة عن السلطة الحالية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وكذا إطلاق سراح المعتقلين وتخفيف الإجراءات الأمنية وفك الخناق عن الجزائر العاصمة، فيما تتداول بعض المعلومات على أنه أيضا هذه الأحداث تتبعها إقالة حكومة بدوي وتقديم استقالتها اليوم في المساء. من مقر اجتماع السلطة المستقلة في الجزائر كان معنا حسان جزالي مراسل الغد، شكرا لك.